الحين صار وقت أول تذوق. شيف أنس سليم، تفضل. إيش الطبق اللي قررت تحضر لنا إياه للترحيب فينا في مطبخ توب شيف؟ لحم خروف زي الكورة. سويت الصوص كرز، وفي الصوص الثاني شيري توميتو. النكهة تعجبني، بس صعب تاخد الصوص. ممكن تقطعه في النص، تاخد الصوص فوقيه عشان كل النكهات يطلع على بوق واحد. وهذا هو اللي مطلوب كان منكم في ذا الاختبار. سويت فرنش توست مع تفاح مكرمل بالقرفة ونجمة اليانسون، وعملت كراميل بالزبدة والملح. أنت جريء إنك فكرت بتسوي حلقة في 40 دقيقة. عجبني إنك استخدمت خبز الحبوب الكاملة، حاسة في ملامس جوا الخبز، وعجبني إنك نقدر نغمس وناكله بكل سهولة. وفيها كل مقومات ومكونات البامبر دو بقلبها. ضربة معلم، برافو. شيف ويد، شيف مارون ما عنده توث بيك. أنا مقصص اليوم. هذه جريش بالطريقة السعودية، بس سويتها بطريقة الأرانشيني اللي هو كرات الريزوتو، وحسميها جارانشيني. رح دوقها بإيدي، لأنه أكتر شيء حبيته إنه ما استسلمت، طلعتي شيء. شيف مارون، ما في ولا ست تستسلم، هذه قاعدة. مرة عجبني البصل اللي عملاه، هو ده اللي بيذكرني بطعمة الجريش. أنا أحييك على الفكرة، حلوة إنك أنت ترجمتي طبخ سعودي تقليدي في توث بيك. حضرت طبق جزائري اسمه دولمة، حبيت اليوم نديره بالدجاج مقطع مكعبات، فيه حامض وشوية كريمة. سابرينا ما حسيت في شيء جزائري بقلبه. ما في التوابل، ما في ديك النكهات، يعني ما في شيء يقدر ياخذني على الجزائر. حبيت أعملك هو صحن مستوحى شوي من إيطاليا وشوي من فرنسا، اللحم عجل مع البصل المكرمر بالبلسمك. حبيت الطريقة اللي فكرت فيها، بس بصراحة كنت بحب أكثر فرجيني شيء أردني على شيش. طيب، في مزيج من الطعمات. هلا مش هيدا الشيء لما بدوقه وبيعمل انفجار طعمات بتمي، يعني محيرني هالطبق. بس انا عجبتني الفكره وعجبني طريقه التقديم، مره ملائم للاختبار. حبيت اقدم لكم كنبه جبنه المعزه، عملت لها كوتينج بالفستق الحلبي، وبعد ما الواحد بياخذ الجو تشيز بينظف تمه بالفيزاليس. شيف دين، ديت مش طبق، دي هيك كنبه. فكرة حلوة، بس بهذا الاختبار في شيء مفروض عليك اليوم بدك تمشي فيه. It's missing texture. الفستق بيشرب المية من الجبنة. لو كان عنده شوية texture لما حطه في بوقي، بوم textures، بوم contrast. شو شاغل بالكرز؟ في كرز عم ريولك أكثر ما في كرز بالصحن. عملت كباب محشي بالسنوبر مع صوص الكرز على الطريقة الحلبية مع ريكوتا تشيز بقلب الفيستاتشو. بما أنه أنت حلبي، لازم تعرف أنه الكرز اللي بنعمله بحلب هو كرز الوشنة، والوشنة هو حامض. ومن مواصفات كباب الكرز أنه يكون فيه حموضة الكرز. سأنك حطيت ليمون بس مش مبين، اللي هون كله سكر. عملت أفوكادو شريمب كوكتيل. هذا كنبين، هذا ما هو طبق. مش سهل واحد ياكل ده، ياكله ازاي؟ It's not practical. أسألك سؤال، إذا أنا أخذتها هلا، إيش بعمل فيها؟ هي ما بتنحط على توث بيك. عملت تشيكن ساتي مع باينابل صلصة وبينات باتر صوص، بس شكل الصوص ما في هنا. للأسف ما كانش عندي وقت للبليتينج خالص. شيف مارون، أقدر أديك شوية من الصوص لو تبغى؟ لا خلاص، أنا إذا ما عندي صوص بدوق بلا صوص. رأيي إنه هذا شغل بده 10 دقايق. ما في فكرة، ما شايفه مجهود أبداً. صحن واحد؟ صحن واحد. مين بدوقها هيدي؟ أو ما بندوقها؟ لا، أنا أقول ما ندوقها، نحن ثلاثة وصلنا ثلاثة. هذا أقل شيء تعمل لنا إياه إنك ترحب فينا. ثلاثة نحن ما حندوقها.